مساء الخير، مساء الجمال على كل متابعين قناة دريم، وكل سنة وانتم طيبين ونسمة شم النسيم، وعايد عليكم كلكم، وطبعا بعايد على عبير. عبير قلتها صح ولا غلط؟ لا صح، شم النسيم مظبوط. هو عيد الربيع، عيد الربيع. كل سنة وانتي طيب. وانتي طيب. قولي لي ايه وضعك مع الفسيخ والرنجة بقى؟ اكلتي ولا ما اكلتيش؟ لا ما اكلتش. ليه؟ عشان اعرف اجي اتكلم النهاردة. لا ولا هو اللي ياكل يعني فسيخ ورنجة ما يعرفش يتكلم؟ لا مش هاجي. طب يحصل إيه؟ إيه لا هنام بقى. هتنقي هو يعني يعني لا بيش. اولا الحاجات دي بتشرب ميه كتير قوي. فعلا؟ طبعا كلها ملح. بصي انا ما اكلتهاش ومش هاكلها يعني. فيعني بس انا يعني دقتها مره، دقتها مره طبعا يعني عارفه، والواحد لما يجي اول مره عايز يدوق حاجه فتلاقيه كده سكت مره واحده انه مش عارف يقول حاجه. بالظبط. انا حصل فيا كده، ممكن يغمى عليه وقاعد على طول. طيب كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. قولي لي بقى ايه وضع الابراج بقى مع اننا احنا دلوقتي يعني في اعياد وربيع وحياتنا رب كلها يعني يا رب تبقى دايما جري وكده يعني الوان يعني الوان الربيع. يعني هل الابراج ليها علاقه بفصول السنه؟ ده حقيقي. يعني انا مثلا عايزه اقول لك انه برج الحمل بيبدا يوم 21 مارس، وده صدقنا انا في برج الحمل ده بحلم بيه من كتر ما اتكرر كتير في حياتي، من كتر ما قلناه بس لازم نقوله لان هم مولودين في الربيع مع بدايه فصل الربيع اللي هو بيبدا بالضبط يوم 21 مارس اللي هو بدايه فصل الربيع. أيوه. وبالتالي برج الحمل هم بدايه الحياه، يعني هم بدايه دايره الابراج، هو نمره واحد في الابراج. والله وليه هو نمره واحد في الابراج؟ لانه مولود في الربيع، والربيع هو بدايه الحياه، هو بدايه تفتح الزهور وبدايه حياه الطبيعه. فبيمثل الحمل بيمثل البدايه، بدايه او الانطلاقه يعني. فعلا الانطلاقه في الحياه او الاستمتاع بقى بكل حاجه في الحياه، الحاجات يبقى لها لون. يعني قبل كده الشجر بيبقى ناشف، يبدا الشجر يخضر، والورق يعني والورد يبقى له الوان. فتبدا الحياه يبقى لها لون، وهم متفائلين. ما شاء الله. ده برج عظيم. فعلا هم صحيح عصبيين شويه. هو عظيم يعني، هم عصبيين شويه. عظيم والله، انا ما قلتش غير عظيم يعني، بس ما شاء الله يعني كل حياتهم زهور وكده. يعني هم مشرقين يعني، لكن هقول لك يعني في طبعا ابراج تانية مرتبطه بفصول السنه الثانيه. يعني مثلا هتلاقي انه الجدي ده بيبدا مع بدايه فصل الشتاء، فهتلاقيهم يميلوا ليهم بقى صفات تناسب فصل الشتاء. تلاقي الجدي تلاقيهم هاديين، يميلوا لاظهار البرود شويه، هاديين او برود، يعني عندهم ما يحبوش يبينوا مشاعرهم رغم ان عندهم مشاعر. ده كمان الاطفال كده برضو يعني هاديين ولا ايه؟ برج الجدي لا، هو يبقى في المشاعر ما بيحبش يظهر مشاعره. يعني يعني لما يحب ما يبينش قوي مشاعره، دايما عنده الكبرياء، فالناس تفتكروا ان هو بارد، وعلى فكره هم خجولين، والناس تفتكر ان ده برود او تعالي تعادي. يفتكروا ان هم متكبر يعني. ما شاء الله ما شاء الله، ده خجل كده. لكن عموما يعني فصل الربيع بقى، لو حابه تعرفي الناس ايه، مين اللي عندهم حظ في الربيع، خلينا في الربيع بلاش الشتاء. لا بقى انت عايزه ترجعينا للشتاء ولا ايه؟ بلاش الشتاء، عشان اتكلمت عن الجدي عشان الشتاء. لا واحنا بعدين عندنا، لكن خلينا في ابراج الربيع. لا خلينا دلوقتي احنا داخلين ربيع وصيف وكده، ما انا بدل ما نرجع للالوان وكده احنا صدقنا احنا يجي الصيف نقول يا رب يجي الشتاء. بس يلا قولي لي ايه وضع الابراج بقى في الربيع، ومين اكتر يعني ايه الابراج اللي بتمشي معاها فعلا يعني في الربيع؟ يعني هقول لك اللي عندهم حظ في الربيع حلو. الحمل مثلا مبدئيا برضو هنبدا برضو بالترتيب، ونمره واحد لازم مش يعني نبدا من غير نمره واحد. الحمل عندهم الشمس في برجهم، فده بيديهم طاقه ونشاط وحركه وديناميكيه وتفاؤل. يليهم الثور برضو عندهم الفتره دي حلوه جدا، لان عندهم المريخ في برجهم لغايه 21/4، ومن 20 الشمس بقى هتتنقل، من يوم 20/4 الشمس هتتنقل وتبقى في برجهم. فهم هيبداوا يبقى عندهم الطاقه والنشاط هتتنقل ليهم من اول 20/4، بلس انه المريخ عندهم كمان حاليا بيديهم حماس وبيديهم اصرار،
فلو عندهم اهداف عايزين يوصلوا لها هتبقى الفتره دي لغايه 21/4 هايله يعرفوا يحققوا فيها وبعد اهدافهم. الجوزاء بقى عندهم لا كده بقى انا اخد راحتي لا ما احنا هم 12 برج 12 برج فالتالت اللي هو الجوزاء عندهم من اول 21/4 المريخ هيتنقل ليهم هيديهم برضو اصرار وطاقه. فكل دي ابراج عندها حظ ممتاز. قولي لي بقى يعني الجوزاء اللي امتى بقى لحد الجوزاء من 21/4 وممتد بقى ممتد بعد الصيف يعني لان الشمس ممتد لغايه الصيف لحد الصيف مش مشكله المفيد ان عندي الصيف يعني لغايه 20 لغايه 22 كمان 22/7 والله طب الحمد لله. فدي فتره يعني هايله يعني للجوزاء حلو جدا. وانا اشوف انه هتستمر كمان يعني عندهم شهر 8 رائع عندهم شهر اواخر 9 بقى برده حلو قوي من نواحي كلها يعني في عاطفيا و لا ماشي اوكي عاطفيا اللي يحب يتعاطف يعني بس بالنسبه لي انا شيلين العاطفه على جنب. لا هقول لك هيبقى حلو كمان ليه لان المشتري هيعاود سيره المباشر في منزل الحب والله فدلوقتي ممكن يبقى عندهم عطله في الناحيه العاطفيه لكن في الشغل لما المريخ يدخل لهم 21/4 هيديهم طاقه وحماس واصرار في الشغل لكن العاطفه تتحسن من اول 10/6 يبدا يبقى عندهم تقدم في الحب مش مشكله ياخد راحته في في الحب والعواطف دي ياخد يعني راحته يعني دلوقتي فتره يفكروا فيها بتاني وبعدين ياخدوا قرارات بقى والدنيا تبقى اوضح من اول 10/6 ان شاء الله. طيب خلينا ناخد اول اتصال معانا ياسمين. الو الو ياسمين السلام عليكم. اسمك جميل يا ياسمين. ياسمين بقى وزهور وحاجات جميله كده. ياسمين أنا عايز أسأل عن برجي. أنا 6/7 نعم أنا 6/7 6/7 أوكي وخطيبي 27/12 27 عايز أعرف بس في مشاكل بينا كتير وعايز أعرف هنكمل ولا لأ. إن شاء الله هتكملوا. 27 12 ماشي أوكي ميرسي يا ياسمين. ناخد اتصال تاني معانا هبة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوه أنا والنبي عايز أعرف برجي اقول اتفضلي اتفضلي يا هبه. ماشي 13/12 انا 13/12 و10/3 جوزي 10/3 جوزك بس ساعات كده في مشاكل وفي حاجات كده. هي بصي المشاكل موجوده موجوده مش هتخلص يعني. ماشي انا عايز اعرف يعني لا يا ربنا ما يجيب مشاكل. ماشي اوكي هتجاوبك دي العبير ان شاء الله. طيب نجاوب نبتدي بياسمين. ياسمين هي 6/7 وخطيبها 27/12 اوكي. ياسمين هي برج السرطان وعندها رقم 6 في ميلادها ده بيخليها عاطفيه وحساسه جدا وعندها حس فني حلو قوي وهي اصلا كمان بما انها برج السرطان فده بيخليها يعني حساسه اكتر وممكن كلمه صغيره تقلب لها مزاجها 180 درجه. خطيبها بقى لان عنده رقم 27 فده رقم المريخ ده محارب قوي جدا فهو مطلوب من الحياه. محارب من اي ناحيه بس؟ محارب يعني هو جاي الحياه كده السيستم بتاعه او نقول فلسفته في الحياه هي انه عصبي يحب يسيطر. ما تخافش الست يا عبير. لا هو محب للسيطره فهو كمان رقم هو برج لسه مخطوبين يعني هو برج خليها تتجوز في الاول. طيب انا هقول لها بس هو عنده احباط شويه الفتره دي وحاولي تقفي جنبه. ايوه علشان اقفي جنبه واستحمليه شويه هو محب للسيطره حبه وانت كمان بتحبي السيطره كمان فحاولوا تلاقوا يعني تعملوا طريقة ان كل واحد يسيطر يوم يعني قسموا ال حلو كده يلا قولوا لهم الف مبروك من دلوقتي يعني قسموا الاسبوع او ادوا كل واحد اختصاصاته يعني انتوا قسموا الاختصاصات بينكم هو ما يتدخلش في الحاجات الاختصاصات بتاعتك وانت ما تتدخليش في الحاجات اللي هو مسؤول عنها. لا بصي علشان ما يحصلش صدام ما بينكم لانه انتوا الاثنين مسيطرين جدا كل عايز كل واحد فيهم عايز يسيطر عن الثاني كمان او يفرض ارادته على الاخر وده عشان الحياه تمشي لازم يكون في توازن كل بصي واحد. بصي يا عبير دي حاجه في دمنا بصراحه قد ما نقدر نمسك نفسنا ما نقدرش لازم نتدخل ولازم نعرف حتى لو من بعيد لبعيد يعني. طيب خلينا نروح لهبه. طيب هبه 13/12 ودي برج القوس. انا شايفه ان عندها سنه كويسه قوي. هي بتقول هي وجوزها ساعات بيبقى فيه مشاكل انتوا شويه بس مختلفين. هو 10/3 هو برضو عنده ديكتاتور شويه عنده رقم 10 بيحب يفرض نظامه
وهي برضو استقلالية جدا، يعني هبة استقلالية وعصبية، لكن عندك حظ كويس قوي السنة دي من ناحية الفلوس، فلو عملتي اللي عليكي، لو بتشتغلي مثلا اعملي اللي عليكي، الدنيا هتمشي كويس قوي وما تجيش على حق أحد. بالنسبة لجوزك هو حساس قوي، فحاولي ان انت تراعي بس مشاعره، ما تقوليلوش اي نقد يضايقه، لان القوس يعني صراحة اكثر من اللازم يعني، فهو ده ممكن يتجرح من كلمتين. تمام. طيب خلينا ناخد اتصال تاني معانا. رحاب. الو الو الو، ازيك يا رحاب؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي، بس علي صوتك شوية. كل سنة وانت طيبين. وانت طيبة يا حبيبتي بألف خير. ايه، انا برجي، انا معرفش برجي ايه، بس انا مواليد 16/1. 16/1؟ اه. طب ركزي معاه عشان تعرفي برجك ايه. ماشي، ناخد اتصال تاني. زينب. الو 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 زينب. يا زينب. الو. مساء الخير يا زينب. اتفضلي يا حبيبتي. انا كنت 23/4. انت 23/4. ماشي. بس انت مش تاني. نعم؟ تاريخ تاني. مفيش تاني؟ في تاريخ تاني. في تاريخ تاني؟ طب قوليه بس، علي صوتك يا زينب. 10/4. 10/4. اوكي، شكرا يا زينب. اوكي. رحاب. طيب نبدا برحاب. طب قبل ما نبتدي خليني اخد اتصال تاني معايا، ناخد شيماء. الو الو. السلام عليكم. شيماء، مساء الخير يا شيماء. مساء النور يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. انا 29/9. 29/9. وجوزي 1/1. اوكي. جوزي 3/1. 3/1 ولا 1/1؟ لا، جوزي 3/1. 3/1 جوزك، ماشي. امال مين اللي 1/1؟ لا، جوزي واحد مخطط معايا. مين انت دلوقتي قلتي لي 1/1 وبعدين رجعت قلتي لي 3/1. 3/1. 3/1. طيب ماشي، شكرا يا شيماء. ماشي. طيب 3/1 و29/9. هي في الاول قالت لي 1/1 بعدين قالت لي 3/1. اه معلش غلطت. لا لا مش مشكله. طيب نقول ايه بقى؟ نبدا برحاب. رحاب. نبدا برحاب. رحاب برج الجدي، عندها 16، تاريخها 16/1. انا شايفه ان رحاب بس عندها جواها حزن وغضب شويه اليومين دول، ونصيحتي ليكي بس تحاولي تخرجي من حاله يعني قومي مشاعر السلبيه اللي ممكن تحسي بيها. ممكن يبقى عندك رغبه في انك تنهي علاقه او تنهي تعاقد مع حد، يعني ممكن يا في شغل يا في قصه عاطفيه، ممكن يعني تبقى نهايه حتى مع علاقه صداقه. هتنهي يعني؟ يعني تتأنى شويه. تتأنى يعني انت اول حاجه تتأنى وعلاقات بتنتهي؟ لا يعني ما هقول لها عيد حاجه. النهارده هقول لها عيد. ما انا هقول لها حاجه بس، النهارده القمر في برجها خلاص. النهارده عندك تألق واشراقه. بس هقول لك نصيحه برضو، لازم اديها النصيحه اللي عايزه اقولها. بس افتكري النهارده عيد. النهارده عيد بس لازم اقول لها نصيحتي. عندك الاسبوع الجاي قولي اللي انت عايزاه. عشان هي بس النهارده وصلت لنا، فهقول لها حاجه مهمه. عندها حظ في السفر حلو قوي، فمهم جدا ان انت تحاولي تخرجي من اي حاله سلبيه انت فيها عن طريق السفر. سافري وتبسطي، ده كله هيخرجك من اللي انت فيه. الله عليك يا عبير. شفتي؟ شفتي ده انا كده النهارده عيد. طيب طيب عندنا زينب. في زينب 23/4، هي برج الثور، والنهارده عندها على فكره النهارده حظ رائع، لان القمر في منزل الحظ، فده يفتح لها فرص هايله للمكاسب وللحب. كمان عندها بقى المريخ، زي ما قلنا في الاول ان برج الثور عندهم حظ كويس قوي من ناحيه الشغل، هيكون عندها اصرار انها تحقق اهدافها كويس قوي. عندها هي قالت انه 10/4 ده جوزها. جوزها. انا شايفه ان هم في حاجه كويسه قوي ممكن تربطهم، ان الاثنين عندهم حس فني حلو، الاثنين مولودين في الربيع. هو برج الحمل، فالثور والحمل الاثنين يعني ابراج ربيعيه، فالاثنين ممكن يكون عندهم الاحساس بالطبيعه ويحبوا الجمال ويحبوا الفن، فدي حاجة ممكن تربطهم. الحاجة بس اللي لازم ياخدوا بالهم منها هما الاثنين، انه 10، رقم 10 في ميلاد جوزها، ده بيخليه شوية مستبد، عايز ينفذ اللي هو عاوزه او عايز يفرض آراءه.
فهي تحاول دايما ان هي تكون مرنه معاه وتحاول ان هي تقول له كلام حلو لان هو بيحب الاعجاب بيه والانبهار بيه جدا. بس فهي دي مفتاح شخصيه جوزك يعني يا زينب. زينب يا زينب حلو اسمها زينب. طيب خلينا ناخد اتصال معانا، ناخد نور. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا نور. انا 30/90 بعد ابنك، عايزه اعرف الارتباط. وفي حاجه كمان، انا أيوة. واحد عشرة كمان 89 فاكر، عايزه اعرف في توافق ما بيننا ولا لا. ان شاء الله. ماشي اوكي ان شاء الله يا نور. ماشي ميرسي لاتصالك. ناخد احمد معانا. الو احمد. ايوه مساء الخير يا احمد. مساء الخير. اتفضل. انا حبيتك 1/1 ومراتي 1/3 فكنت عاوز اعرف التوافق اللي بيني وبين مراتي. اوكي ماشي يا احمد شكرا لاتصالك. ناخد معانا ورد. ورد شان. الو. ورد شان مساء الخير. مساء النور. لو سمحت عايزه اعرف 1/1. 1/1 النهارده كله كله 1/1 النهارده. 12/1 و11/6. طب ثواني 11/6. طب قولي لي 1/1 مين و12/1 مين؟ 1 لها مامتي و12/1 و11/6 بناتي. ايه؟ مين؟ 1/1 والدتي. ايوه. و12/1 و11/6 بناتي. اوكي ربنا يخليهم لك. ماشي شكرا ليكي. طيب نجاوب عليهم بسرعه يا عبير. طيب ناخد الاول شيماء. أيوة. شيماء 29/9 هي برج الميزان وجوزها 3/1. لحظه النهارده كله 1/1 كله تلاتة. كلهم جدي النهارده جدي مسيطرين جدي. المهم انه دي ميزان وجدي، انا بشوف ان العلاقه دي رغم ان هي تبان في الاول او هم يفتكروا ان هم ما فيش توافق، لان الجدي دايما بيبقى عايز حد قوي والميزان توحي في البدايه ان هي ناعمه ورقيقه، لكن هي في وقت الازمات هيلاقيها قويه جدا وهيلاقيها يعتمد عليها زي ما هو يعني عايز، لكن هي ما بتبينش ده وما بيظهرش معدنها القوي الا وقت الازمات. فانا هقول لها يا شيماء انت بس كمان رقم 29 في ميلادها ده بيخليها حساسه جدا جدا، فحاولي بس تتحكمي في حساسيتك عشان الحساسيه دي بتخليكي تتقلبي بتبقي متقلبه المزاج. عندها شيماء عندها حظ في العلاقات حلوه قوي، وجوزها ان شاء الله عنده نقله حلوه قوي، فالسنه دي ممكن تبقى كويسه وخصوصا من اول 10 سنين. بس اهم حاجه ايه؟ سريه وكتمان. والسريه والكتمان اهم حاجه. السريه والكتمان شفت ازاي؟ دي ما قلتهاش النهارده بس انا قلت اعوضك اقولها. جوزها بالذات كل بتوع الجد سريه وكتمان. انت موصيينك يعني خفي عليها شويه وانا هغيرها لك. برافو عليك. طيب نور. طيب نور برج العقرب هي 30/10 ومتقدم لها حد برج الميزان 1/10، فانا شايفه انه ممكن يبقى في توافق بس في مشكله واحده. لا تاخدي بالك يا نور. لا من هقول لها بس ازاي تتعامل عشان يعني مش هينفع. بس على الله ما يكونش قاعد جنبيها عشان ياخد احتياطاته. لا بالعكس هيتبسط قوي لما يسمعني على فكره. لانه هو ده مفتاح شخصيته حقيقي. هو بيحب حريته ما بيحبش حد يتحكم فيه، وهي غيوره شويه وشكاكه حبتين. فهقول بس لنور حاولي قد ما تقدري ما تديلوش احساس ان انت بتعملي معاه تحقيق او ان انت بتشكي فيه، عشان ده بياخدها على نفسيته جامد جدا. ما بيحبش حد يشكي فيه وبيحب حريته، فلازم تديله احساس ان هو حر. انت اعملي الشغل بتاعك انت بس من غير ما يحس في سريه وكتمان. من غير سريه وكتمان. تحريات كلها سريه وكتمان من غير بس ما تحسسيه ان انت خانقاه او بتايدي حريته. حلوه جدا. خلينا نروح لاحمد. احمد بقى هو 1/1 والمدام 1/3. احمد برضو برج الجدي طبعا 1/1. احنا معانا كله 1/1 و3/1. فاحمد 1/1 والمدام 1/3. هي برج الحوت، وانا بشوف ان العلاقه دي علاقه رائعه على فكره يا احمد. الجدي والحوت في حاجه كده بينهم، يعني يعرفوا بعض قبل ما يشوفوا بعض. فين ده بيعرفوا بعض يعني في الحقيقه وفي لما بيشوفوا بعض كانهم يعرفوا بعض من زمان. بيعرفوا بعض قبل ما يشوفوا قبل ما يعرفوا بعض قبل ما يشوفوا بعض. اوكي. فحتى لو بصينا على رمز بتاع برج الجدي هنلاقي في الاخر الرمز في الجدي مرسوم واخره ديل سمكه. والله ففي جزء من الجدي طبعا الحوت هو سمكه،
ف طبعا. ايوه ما هو الحوت هو السمك غير ايه جدا. هترجعيني ايام الحوت الصغير والحوت الكبير. ايوه فالجدي في جزء من جواه شبهها، فعشان كده بيبقى فيه التقاء حلو جدا. هي بس برضو في مشكله واحده صغيره في العلاقه هنا، انه الرقم دي ماشيه كويس. ما انا هقول له لازم اديلهم النصيحه بتاعتي. اسمعوا كلام عبير اتفضلي. رقم واحد بيخليهم الاثنين مسيطرين، كل واحد عايز يفرض ارادته. فهقول يعني انتوا الاثنين حاولوا ان انتوا يكون في شويه مرونه، ومره ترضيه ومره وانت ترضيها، يرضوا بعضيهم يعني. مش بعضيهم. مش على طول الخط كل واحد عايز يمشي كلامه يعني. فعلا. اوكي. اكتر حاجه عجباني فيك بتمشي كويس كويس، بس بتقدري تطلعي ببلاش. لازم لازم كده. طيب. اضيف لمساتي. لازم اللمسات الاخيره. عندنا ورد شان، حلو اسمها ورد شان. جميل. صح؟ برايك اسم ايه ده، من ايه يعني ورد مش شان؟ مش عارفه، بس يعني هو ورد حلو في الربيع يعني. ورد شان، بس الشان دي حلو. بتفكرني بحاجه. مناسب مع شم النسيم قوي. فعلا لا اسمها جميل. طيب ورد شان. ورد شان واحد واحد. بس هي شوفي ما سالتش عن نفسها على فكره، على هي مامتها؟ سالت على مامتها وعلى بناتها، فهي يعني انا نفسي اعرف مين هي، من انهي برج اللي هو عنده واحد لا نكران. ما قالتش برج، هي ما قالتش فعلا، فعندها نكران للذات، فدي حاجه يعني بتضحي بنفسها عشان الاخرين. ربنا يخليهم لها. طيب مامتها طبعا واحد واحد، وبناتها اولادها يعني 12 واحد 11 6. طيب مامتها واحد واحد طبعا، الجدي هي دي مسيطره مامتها، بس جدعه ويعتمد عليها جدا، فربنا يخليها لها. هي عندها حظ في العلاقات، مامتها عندها حظ في العلاقات الاجتماعيه حلو، فمهم ان هي ما تنعزلش عشان ممكن يتفتح لها فرص حلوه. بس كمان مطلوب منها تعمل في سريه وكتمان، وممكن تكون معرضه للحسد شويه. بالنسبه لبناتها، عندها بنت 12 واحد برضو برج الجدي، فهقول لها انه بنتك الجدي النهارده مسيطر. ما انا بقول لك ان كل اللي باعتين لنا ومكلمينا جدي. فعندها عندها بنتها يعني عندها نقله كويسه قوي، فلو هي مثلا عايزه تنقل لبنتها، لو هي في مرحله دراسيه وعايزه تنقلها في مدرسه تانية او في حاجه تانية، السنه دي سنه حلوه للتغيير بالنسبه لبنتك. لو هي في مرحله فيها ارتباط، ممكن السنه دي تبقى سنه هايله للارتباط. اوكي. طيب البنت الاخيره اللي هي 11/6 دي برج الجوزاء. الله حبيبه قلبي. حبيبه قلبي. طيب اتفضلي. طيب فعندنا عايزاك تمشي كويس. ها ما تجيش في الاخر بقى وايه اعمل ايه، هقول نصيحه نصيحه لطيفه. خلاص ماشي. 11 دي عاطفيه وحساسه جدا، بس كمان متقلبه المزاج جدا، فبس تتحكم في حساسيتها. والسنه زي زي السنه دي عندها حظ في السفر حلو قوي، وممكن لو في مرحله دراسيه هتنهي مرحله دراسيه بنجاح ان شاء الله. بس مهم جدا ان هي ما تتسرعش في اتخاذ قرارات، يعني تحاول تهدي شويه، ومن اول يعني تتأنى وتدرس الحاجه، ما تاخدش قرارات متسرعه عشان ما ترجعش تندم. ومن اول 21/4 الجوزاء هيكون عندهم حظ رائع، لما المريخ يدخل في برج الجوزاء هيديهم اصرار ونشاط وحماس. انا مستنيه المريخ اهو، قاعده مستنيه 21 حاجه 21/4 قاعده بس للمريخ. ان شاء الله. المريخ جه، المريخ راح، هو يجي يفرحنا ويروح. احنا كده خلصنا صح؟ واحنا خلصنا. طيب خلصنا كل حاجه. نورتيني مره تانية يا عبير. ميرسي. وكل سنه وانت طيبه مره تانية. انت طيبه وكل الوطن العربي طيبين يا رب. وبخير ان شاء الله يا رب، وان شاء الله اشوفك معايا الاسبوع الجاي. بس ما تاكليش في سيخ قوي. ها انا لا لا مش هاكل يعني في سيخ. وطبعا برجع بقول لكل مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والامه العربيه بالف خير يا ربي. وان شاء الله طبعا عبير زي كل يوم اثنين معايا، وان شاء الله انا اشوفكم على خير بكره.